الله. ونريد إن شاء الله أننا إذا وجهنا دعوة لكم أن تتقبلوها إن شاء الله بصدر الرحب. أما في داركم فنعم، أما في جامعتكم فلا. الخطوة الأولى في بيتنا وهو بيتكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم. والخطوة كتاب أهم قضايا المرأة المسلمة طبعا. نعم، كان لنا طبعا وجهات نظر في هذا الكتاب حقيقة، وهو عال عليكم حقيقة يعني. عفواً. منه طبعا نهلنا من علمكم الشيء الكثير. الله يجزيك خير ويبارك فيك. وما زلنا مدينين لكم بهذا. عفواً. حقيقة. وقد سمعت من طلبة العلم حقيقة أن هناك يعني بعض التساؤلات بالنسبة لما طرحته في هذا الكتاب. وحقيقة ما هي إلا وجهة نظر يعني كانت في بداية العلم يعني. وبعد أن استفدنا منكم الشيء الكثير الحمد لله، نقحنا الطبعة الثانية فجاءت إن شاء الله يعني أفضل من الطبعة الأولى، وإن شاء الله الطبعة الثالثة الآن لا نريد طبعا طباعتها إلا بعد إن شاء الله أن تتفضلوا بقراءتها. الله يجزيك الخير. وإن كان لكم إن شاء الله يعني وجهة نظر إن شاء الله ندونها فيها، وحتى بالنسبة للمقدمة إن شاء الله نسعد لو سمحتم بتقديم مقدمة لها إن شاء الله. أما المقدمة فنعتذر منها سنفا. نعم، لأني ما جريت عن ذلك. أما أن نتعاون على الخير وعلى العلم نعم، وعلى التناصح في الحق نعم، هذا واجبنا إن شاء الله. لكن بارك الله فيك، مدام أنك تفضلت وذكرت ما ذكرت مما يدل على فضل إن شاء الله وإنصاف وتجرد، فإلى ماذا انتهيت بالنسبة إلى بعض النقاط التي كنت تطرقت إليها؟ وكان الصواب بعيدا عنك فيما كنت وأرى، فلعلنا اقتربنا إلى الصواب. نسأل الله إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه كانت له مذاهب، مذهب في العراق ومذهب في مصر، وهذه طريقة كل أهل العلم. نعم، لأنهم ليسوا معصومين أبدا. ثم نعم، هو مقابل ذلك رجعون إلى الحق. وجهات نظر، نعم لا شك في هذا، لا عيب في ذلك. نعم، العيب هو أن يتبين الإنسان الخطأ في نفسه. نعم، ثم يصر عليه، لا شك في هذا. نعم، فنسأل الله أن يحفظنا من مثل إن شاء ذلك الله. أما أن نقع في الخطأ، نعم، فهذه طبيعة البشر. والحقيقة يعني احنا وجدنا يعني غطاء وجه المرأة خاصة في بلاد الشام وفي الجامعات الأردنية، حقا يعني يتعذر طبعا دعوة طالباتنا إلى تغطية الوجه، وكنا فعلا في أمس الحاجة إلى. نعم نعم نعم. شيخ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت